السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. اهلا ومرحبا. اهلا بك ومرحبا. اهلا ومرحبا. حضرتك كنت عايز اسالك سؤال. اسال. هو ازاي حضرتك كنت تدعم الخلع مع ان هو منافي اصلا للشريعه؟ الخلع منافي للشريعه؟ لا، انت تكذب على الشريعه، خذها مني صعبه. لان الله قال: فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والنبي عليه السلام جاءته امرأة ثابت بن قيس بن شماس وقالت: يا رسول الله، أنا لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، خلقه طيب ودينه طيب، لكني أكره الكفر في الإسلام، كان دميما. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله. فأمره ففارقها. أما حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فضعيف الإسناد، والآية الكريمة تعارضه والحديث يعارضه. أما الحديث الآخر: المختلعات هن المنافقات، فسنده ضعيف. فلا لا تفتئت على الشريعة. أيوة بس. وبعدين أسألك سؤال، تعالى باب الله. أنت لك أخت؟ طيبة وحلوة؟ أختك تزوجت واحد مثلا، وكان الواحد ده ظالم غشوم كرهته، ماذا تفعل اختك؟ قل الطلاق. مش راضي يطلق، تعمل ايه؟ تروح للمحكمه. تروح المحكمه تطلب الخلع. طب خلاص، يبقى الخلع جاهز. بس اللي اعرفه ان اغلب الخلع دلوقتي يعني بيبقى الخلع من ورا الزوج. اصل كان في موقف برضه. طب يعني افرض الزوج رفض، يعني هي الان قالت له انا اريد الخلع، رفض، قال لا ده انت حبيبتي، قلت له انا بكرهك، انا لا احبك، خد يا عم المهر اللي انت اديته له وتوكل على الله، مع السلامه. شو المفروض ينطق كلمه الطلاق؟ افرض ما طلاق ما نقضش. انا ما قلت لك اختك، هي اختك. اختك بنت ابيك وامك وطيبه ومصليه. وابتليت بزوج لا يصلي. ابتليت بزوج لا تحبه وتكره معاشرته. ابتليت بزوج ضراب. فقالت يا اخي طلقني، قال انا ماني مطلق. رفعت قضية خلع، تخلع. القاضي قال لها: يا حبيبتي تردين إليه المهر؟ قد أرد إليه المهر. فقال القاضي: خلاص، حكم لها بالطلاق. أختك غلطانة ولا مش غلطانة؟ مش غلطانة. مش غلطانة؟ خوات الناس زي أختك برضه. ماشي يا حبيبي.